في هاي المحاضرة إن شاء الله حنحاول نغطي الفيروسات اللي ممكن تأثر على الجهاز التنفسي، حنركز فيها طبعا على فيروس الإنفلونزا، حنحكي عنه بالتفصيل. باقي الفيروسات حنمر عليها ونحكي عنها شوي كمان، اللي هي من ضمنها البارا إنفلونزا فيروس، الـ RSV فيروس، الراينو فيروس اللي هو بسبب الكومن كولد أو الزكام. فمجموعة الفيروسات هاي حنحاول نغطيها إن شاء الله خلال هاي المحاضرة. أن فيروس الفلونزا أو الإنفلونزا فيروس هو عبارة عن RNA فيروس. شرحنا في أول محاضرة عن الـ segmented viruses، اللي هي مجموعة من الفيروسات اللي الجينوم تبعها بيكون على شكل segments أو مقسم لأجزاء. فالإنفلونزا فيروس واحد من هاي الفيروسات. وجود الجين على أو الجينوم تبع الفيروس على شكل segments بعطيها كخاصية أو ميزة للفيروس، بحيث إنه بإمكانه يتطور وينتج أنواع جديدة من فيروس الإنفلونزا حتكون في لها مناعة أو مش موجود فيها مناعة ضد الفيروس عند الإنسان، فبتعطيها كإيفوليوشنري أدفانتج أو خاصية بتخلي الفيروس ينتشر بشكل أكبر. الآن الفيروس انفلوبت مغلف، في تو انتيجنز مهمين جدا بيكونوا موجودين على السطح، الفيروس اللي هن الهيماجلوتينين والنيورامينيدايز. فهدول البروتينات التنين الموجودين على سطح الفيروس حنحكي عنهم، لأنه لهم علاقة بتصنيف الفيروس وفي المناعة ضد الفيروس. الآن في ثلاث أنواع من الإنفلونزا فيروس، الـ A والـ B والـ C. أكتر واحد مهم اللي هو الـ A، لأنه هو اللي بيعمل الابيدميكس اللي بتصير الانتشار الكبير للفيروس في العالم. فيروس الانفلونزا عادة بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وبيتكاثر في خلايا الابيثيليوم للجهاز التنفسي أو في خلايا البشرة للطرق التنفسية. الآن في عنا مصطلحين نحكي عنهم، اللي هم الابيدميك أو اللي هو الوباء بالعربي، والبانديميك اللي هو الجائحة أو المرض اللي بينتشر في كل العالم. فالإنفلونزا الموسمية اللي بتحصل عادة كل سنة غالبا في موسم الشتاء ممكن يسببها فيروس ألف أو باء A أو B، وبتنتج بسبب طفرات في الأنتيجنز اللي بتكون على سطح الفيروس. فغالبا الفيروس اللي بينتج أو كل سنة الفيروس الجديد اللي بيطلع بيكون جهاز المناعة ما بيتعرف عليه كليا. فلهذا السبب احنا عادة الشخص ممكن ينصاب بالفلونزا هاي السنة، ولكن المناعة اللي بيكتسبها غالبا ما راح تحميه من السنة القادمة. فكل سنة المطعوم اللي بينعطى للناس ضد الفلونزا بيتغير حسب الموسم، يعني ممكن الجهات اللي بتصنع المطعوم ضد الفيروس كل سنة بيكون في عنده توقعات إنه في سلالات معينة من الفيروس حتكون منتشرة هاي السنة، فبصنعوا الفيروس على أو المطعوم على أساس هذه المعلومات. الآن في بعض الأحيان ممكن يحصل شيء بنسميه الأنتيجينيك شيفت. الأنتيجينيك شيفت اللي هو تغير بيكون كبير على الفيروس بيحصل، وهذا بيحصل في فيروس ألف فقط. الآن هاي الطفرات بتكون كبيرة، بحيث إنه بينتج فيروس جديد غير معروف لجهاز المناعة، فبيسبب فلونزا ممكن تنتقل بشكل كبير بين الناس وتجتاح العالم، عشان هيك بسموها بانديميك. فهاي الفيروسات اللي ممكن تنتج بتكون عادة باثوجينيك أكتر من الفلونزا الموسمية، وممكن تسبب عدد كبير من الوفيات. مثل هاي الظاهرة حصلت بالقرن الماضي 3 مرات. ففي أشهر واحدة للإنفلونزا اللي حصلت في عام 1918، فهي بسموها الإسبانش فلو، اللي اجتاحت تقريبا كل العالم وملايين الناس ماتوا بسببها. في بعدها بسنة 1957 1968 حصلت كمان البانديميك مرة تانية. بالمحصلة إنه ما بتصير هاي البانديميك بشكل كبير، ولكن بتحصل
بأوقات معينة، ولما تحصل بيكون انتشارها سريع والمرض عادة بيكون more severe، وبيكون أعراضه بتكون أخطر من الإنفلونزا الموسمية. الآن في هذا السلايد زي ما حكينا هون، بس بوضح إنه في الثري بانديميكس اللي حصلوا في القرن الماضي في سنة 1918 و57 و68، فثلاث أنواع مختلفة من الفيروسات H1N1 و H2N2 و H3N2. هاي أنواع الفلو فيروسز اللي كانت سببت البانديميكس في القرن الماضي. الآن في القرن 21 في سنة 2009 حصل بانديميك، ولكن ما كان بخطورة البانديميكس اللي حصلت من قبل، فاللي كان سموه بالسواين فلو أو في إنفلونزا الخنازير. فهذا الفيروس لما انتشر في وقتها بدأ من منطقة المكسيك أتوقع، وبعديها انتشر في بقية العالم، ولكن ما كان بهالخطورة هاي، وقدروا خلال فترة بسيطة إنه يعملوا فاكسين لهذا الفيروس الجديد اللي طلع. فبالمحصلة كان مايلد بانديميك، أو ما كان في الخطورة كبيرة. الآن في السلايد القادم في فيديو بيشرح بشكل أكبر، أو ممكن يوضح بطريقة أحسن كيف فيروس الإنفلونزا بيحصل عليه الطفرات، أو الفرق بين الطفرات الطبيعية الطفيفة اللي ممكن تحصل كل سنة على الفيروس وبتسبب الإنفلونزا السنوية أو الموسمية، وكيف الطريقة اللي ممكن يصير فيها البانديميك، أو كيف الإنفلونزا اللي بتجتاح العالم ممكن تتطور وتحصل، لأنها بتكون عادة مختلفة عن الإنفلونزا الموسمية اللي بتحصل كل سنة. Pandemics, or global epidemics of influenza, have occurred for hundreds of years. There were three pandemics during the 20th century. They occurred in 1918, 1957, and 1968. The 1918 pandemic took the largest toll, causing an estimated 50 million deaths worldwide. The first pandemic of the 21st century began in 2009. But how does a pandemic occur? Influenza A viruses vary slightly from year to year, a phenomenon called antigenic drift. These small variations are the reason why the vaccine must be updated every flu season. Influenza A viruses also can undergo dramatic genetic changes called antigenic shift that may cause a new influenza strain to which we have little to no immunity. If this strain spreads easily among people, it may cause a pandemic. The immune system targets two proteins on the surface of influenza A viruses, hemagglutinin and neuraminidase. Hemagglutinin has 16 confirmed subtypes of proteins. Neuraminidase has 9. From these protein combinations, scientists name influenza viruses. For example, an H5N1 virus contains hemagglutinin subtype 5 and neuraminidase subtype 1. Antigenic shift can occur when two different influenza A viruses circulating in the environment infect and multiply inside the same cell. While inside the cell, these parent viruses can exchange or reassort genetic material and create a new virus. Through reassortment of the 8 gene segments of each virus, there are theoretically 256 possible virus combinations. Pandemic viruses also can emerge in other ways. Among these is adaptation. Scientists believe that the 2009 H1N1 virus was the product of two influenza A viruses that were circulating in pigs. The viruses are thought to have reassorted and adapted to create a new virus capable of infecting people. If an emerging virus transmits efficiently from person to person, it would be a challenge for scientists to produce an effective vaccine fast enough to limit its spread. That is particularly true with the amount of international travel that occurs today. In a matter of hours, one person infected with a new form of influenza can spread the virus to people in another part of the world. The National Institute of Allergy and Infectious Diseases and other research institutions around the globe are working to find better ways to prevent, diagnose,
and treat pandemic influenza. These efforts include testing new drug and vaccine concepts, studying flu viruses in animals and humans, and documenting factors that could lead to the emergence of strains with pandemic potential. The aims of these projects are to help health officials quickly detect an emerging influenza A virus and implement measures that bring the outbreak under control. لأن أعراض الإنفلونزا أكيد الكل بيعرفها، اللي هي كما موضح بالصورة اللي على يمينكم، ممكن تبدأ من الألم في المفاصل أو في العضلات، ممكن يكون سيستميك سيمبتومز زي الهاي فيفر أو الحمى، ممكن كمان يكون في الهيديك، الراني وستافي نوز، سور ثروت، الكافينج كمان ممكن تكون من السيمتومز اللي المهمة في الديزيز. فهاي كلها السيمتومز بتكون مهمة خاصة في موسم الانفلونزا، وعادة في المستشفيات أو في الامرجنسي روم في غرف الطوارئ أي شخص ممكن يحضر للمستشفى بهاي السيمتومز أو بهاي الأعراض، بتم التعامل معه بطريقة خاصة بحيث أنه يتم عزله عن بقية المرضى، لأنه ما بدكم يصير في انتشار لمرض مثل الانفلونزا في مستشفى بيكون في ناس كتير مرضى و elderly وعندهم immuno compromised. فعادة أي شخص معه بسموها الفراي أو الفبرايل respiratory illness، اللي هو الشخص عنده بيكون مشكلة في الجهاز التنفسي ومع حمى، فهدول البيشنس عادة بيتم عزلهم حتى يتم تشخيص المرض بحيث انه ما ينقلوا المرض لأشخاص تانيين وخاصة في المستشفيات. بالنسبة لتشخيص الفلو عادة بيتم اما عن طريق الانتيجين ديتكشن، اللي هو عن طريق الاسبيريت من النيزوفرينجال اريا، فبياخدوا عينة من إما من الحلق أو من الأنف عادة عن طريق سواب نيزل سواب، فممكن يعملوا إما الأنتيجين ديتكشن أو في الطريقة الأحدث حاليا اللي صارت تنتشر أكثر، اللي هي طريقة الـ RT-PCR أو الـ Polymerase Chain Reaction. فهاي الطريقة الـ Sensitivity أو الـ بإمكان نكشف الفيروس أو المرض بسرعة، والسنسيتيفيتي بتكون بري عالي جدا، وبإمكاننا نفرق كمان بين الـ different strains. فكل هاي advantages للطريقة الجديدة. حاليا ممكن يكون سعرها بمنع إنه تكون منتشرة على شكل بطريقة واسعة، ولكن المعلومات اللي بياخذها الواحد والسرعة بتكون ممكن مبررة للكوست أو للسعر اللي بيدفعوا لهذا الديجنوسيس. الآن بالنسبة لعلاج الإنفلونزا أو فيروس الإنفلونزا، أهم دوايين ممكن ينعطوا اللي هم التامفلو والأمانتيدين. الأمانتيدين مشكلة اللي ممكن تصير إنه الفيروس ممكن يكون مناعة ضد الدواء، فممكن ما يستجيب له، ولكن التامفلو ستيل افكتيف، يعني ستيل مستخدم، فعادة بنعطى في المراحل الأولى من مرض الإنفلونزا خلال أول يومين أو ثلاثة ممكن. إذا انعطى بعد هيك ما بيكون في له تأثير كتير. فالتامفلو بالمحصلة هو من أهم الأدوية اللي ممكن تنعطى لعلاج الإنفلونزا. الآن من أهم طرق الوقاية من الإنفلونزا اللي هي التطعيم أو المطاعيم اللي بتنعمل ضد الفيروس. هاي المطاعيم بيعملوا لها updating أو بيحدثوها كل سنة، بحيث إنه المطعوم بيعتمد على شو نوع الفيروس اللي بيكون متوقعين إنه ينتشر بهذيك السنة. فعادة المطعوم بيكون مكون من ثلاث أجزاء أو ضد ثلاث strains من الفيروس. زي ما حكينا بتم تحديثه كل سنة من منظمة الصحة العالمية WHO. مهم جدا ينعطى للأشخاص اللي ممكن يكون يتأثروا بالمرض أكثر شيء، اللي هم الـ elderly، الناس الكبار،
أو الأطفال الصغار بالعمر. الآن بالنسبة لباقي الفيروسات اللي ممكن تعمل التهابات المجاري التنفسية، في عدد كبير من الفيروسات غير عن فيروس الإنفلونزا اللي بتسبب بنسميها common cold أو البرد، نزلات البرد. فمن هاي الفيروسات عادة في الراينو فيروس أو اللي بيسبب ممكن حوالي 30 ل 50% من التهابات الجهاز التنفسي اللي هي الكومن كولد. في كمان عندنا الكورونا فيروس ممكن يسبب نسبة كبيرة من الالتهابات. فالسلايدات القادمة إن شاء الله حنحكي عن مجموعة من هاي الفيروسات اللي بتسبب الكومن كولد. الفيروس اللي نحكي عنه هلا اللي هو البارا انفلونزا فيروس أو نظير الإنفلونزا، اللي هو فيروس من عائلة الباراميكسو فيروسز، مغلف single stranded RNA، له شكل غير منتظم pleomorphic morphology، وفي منه 4 serotypes أو 4 أنماط نسلية. الفيروس البارانفلونزا بيسبب التهابات المجاري التنفسية للأطفال، أو وكمان ممكن يعمل الكروبس أو الخنوق. فبشكل خاص بيكون بيصيب الأطفال أقل من 5 سنوات، وممكن يسبب عند الكبار أو البالغين زكام. الفيروس منتقل عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق الكونتاكت، التماس مع الشخص المصاب أو مع الأشياء الملوثة بالفيروس. طريقة تشخيص الـ para influenza virus مثل بقية الفيروسات، ممكن نعمل الـ isolation للفيروس من الـ aspirate أو من الـ throat swab. ممكن نعمل serology، فهاي بتكون retrospective أو بعد ما يصير المرض، لأنه عبين ما تظهر الأجسام المضادة في الدم فبيكون المرض عادة انتهى، فبتكون مش مفيدة كتير. ممكن نعمل detection للأنتيجين، فهي ممكن يعمل rapid diagnosis أو تشخيص سريع للمرض في بعض الفحوصات. أو ممكن نعمل ال PCR ال RT-PCR، فكمان هذا ممكن يعمل تشخيص سريع للمرض، من أسرع الطرق لتشخيص المرض. بالنسبة للعلاج، ما في علاج معين أو أنتي فايرال دراج ممكن ينعطى للمرضى، ولكن في حالات ممكن تكون الكروبس أو الخنوق اللي بيصيب الأطفال خاصة ممكن بحاجة تكون لـ hospitalization أو يدخلوا المصابين للمستشفى لحتى ينعطوا مثلا supportive treatment أو لحتى ينعطوا أكسجين مثلا إذا كان في نقص تروية في الدم. وما في فاكسين، ما في مطعوم حاليا موجود لهذا الفيروس. نوع الفيروس ال RSV أو Respiratory Syncytial Virus هو كمان فيروس single stranded RNA مغلف، بينتمي للبارامكسو فيروس فاميلي. يمكن تصنيفه بشكل عام لنوعين ألف وباء أو two subgroups A and B. النوعين بينتشروا عادة على مدار السنة، أو ممكن في المناطق الباردة ممكن ينتقلوا بالشتاء أكثر بسبب طبيعة عادة الأمراض التنفسية بتنتشر أكثر في فصل الشتاء بسبب الـ close contact، أو بيكون الناس محصورين في أماكن ضيقة بسبب البرد. الآن سريريا الـ RSV هو ممكن نعتبره أكثر مرض بسبب التهابات القصبات والتهابات الرئة بالأطفال، بينما بالبالغين ممكن أعراضه تقتصر على البرد وتكون غالبا بسيطة. الآن في الأطفال الالتهاب هذا ممكن يسبب، أو هذا الفيروس ممكن يسبب مضاعفات كبيرة عند الأطفال، خاصة إذا كان عندهم مشكلة بالمناعة. فبالسلايد القادم حنحكي عن عدة حالات ممكن يكون تأثير الـ RSV فيها أكثر، خاصة عند الأطفال. الآن في مجموعات من الـ infants أو الـ الأطفال ممكن يكون الـ risk أو الـ احتمال أنه يصابوا بمضاعفات من هذا المرض أكثر.
فرقم واحد اللي هو الانفانتس ويز كونجنتال هارت ديزيز، فالاطفال اللي عندهم مشاكل خلقيه في القلب ممكن يأثر عليهم هذا المرض اكثر من غيرهم، والمفروض يكونوا غالبا في المستشفى اذا انصابوا بهذا المرض. الان اللي اذا كان عندهم مشاكل تانية في الجهاز التنفسي كمان ممكن يأثر عليهم بشكل كبير، الـ RSV infection. والحالة الثالثة إذا كانوا immune compromised، فالأطفال إذا كان عندهم مشكلة في جهاز المناعة كمان ممكن يسبب مشاكل أكبر من الالتهابات العادية بسبب هذا الفيروس. لتشخيص فيروس الـ RSV في المختبر بإمكاننا نعمل إما detection direct للأنتيجين أو للمستضدات على سطح الفيروس نفسه، فطريقة سريعة لفحص وجود الفيروس من عدمه في العينات اللي نأخذها من المرضى. بإمكاننا كمان نعمل الـ PCR اللي هو كمان طريقة سريعة لفحص الفيروس. الفيروس isolation ممكن ينعمل ولكن مش مستخدم كتير في المختبر هاي الأيام، بيحاولوا تموف انه يستخدموا فحوصات تكون اسرع وتعطي نتيجه بشكل اسرع عن هاي الفيروسات. الطريقه الاخيره اللي هي عاده بيعملوها للفيروسات اللي هي السيرولوجي، البحث عن الاجسام المضاده للفيروس اللي بينتجها الجسم. العلاج للـ RSV اذا كانت الحالات مش خطيرة أو ما بتأثر كتير على الشخص فعادة ما بينعطى علاج، ولكن إذا كانت الحالة خطيرة وخاصة عند الانفنتس عند حديثي الولادة فممكن ينعطى الريبافيرين اللي هو الانتي فيروس دراج، فبيعطوه ايروسولايزد اللي هو على شكل رذاذ لهؤلاء المرضى. حاليا ما في فاكسين أو مطعوم متوفر للفيروس، ولكن في الاميونوجلوبولين اللي هي الاجسام المضاده للفيروس ممكن تنعطى للانفنتس او الحديثي الولاده اللي بيكون عندهم ممكن يتطور عندهم لسيفير RSV ديزيز او ممكن يتطور عندهم لمرض خطير RSV. الفيروس الثاني اللي بدنا نحكي عنه اللي هو الادينوفيروس او الفيروس الودي، اللي هو واحد من الدبل ستراندد دي ان اي فيروسز وهو فيروس غير مغلف. لحد الآن تم اكتشاف أنواع أو أنماط مصلية منه تعدت حوالي 50 نوع، وهاي الفيروسات تم تصنيفها لسبع مجموعات تقريبا حاليا من A to G A B C D E F G. فهذا التصنيف ممكن يكون مفيد لتشخيص الأمراض لأنه عادة في أنواع مصلية بتسبب أمراض معينة عند الإنسان زي ما راح نوضح بالسلايد القادم. الآن طريقة انتقال الفيروس هو عن طريق إما التنفس الـ respiratory أو عن طريق الـ fecal oral عن طريق الفم، وممكن كمان ينتقل الفيروس عن طريق التماس المباشر مع الشخص المصاب. بهذا السلايد بنعدد أو بنوضح شو هي أنواع الأمراض اللي ممكن يسببها فيروس الأدينو، وبجنب كل مرض حطينا النمط المصلي أو السيروتايب للفيروس اللي بسبب هاي الأمراض. الآن من أهم هاي الأمراض اللي هي أمراض الطرق التنفسية الـ respiratory system infections اللي منها التهاب البلعوم الفارنجيتس أو التهاب الرئة النمونيا أو الـ acute respiratory disease. في التهابات الكلية كمان ممكن يسببها الأدينوفيروس اللي هي السيستيتس، أو الالتهابات المعوية خاصة عند الأطفال اللي هي الـ infantile gastroenteritis. الآن حطيت أو وضعت هايلايت أو علمت على أنواع مصلية معينة بسبب أهميتها. فعلى سبيل المثال رقم 3 الـ acute respiratory disease في أنواع مصلية معينة بتسبب اللي هي الـ 4 و 7 و 21. الآن هدول الأنماط مهمين لأنه هناك مطعوم تم تطويره ويعطى للجنود الأمريكيين لحمايتهم من الالتهابات الرئوية اللي بسببها هذا الأنواع من الفيروس. الآن هذا المطعوم بيحتوي على سيروتايبس 4 و7 و21. الآن هذا هو المطعوم الوحيد اللي تم تطويره لحد الآن للأدينوفيروس،
وزي ما حكينا بيعطى فقط على نطاق ضيق جدا، اللي هو فقط في أمريكا وللجنود الأمريكيين اللي موجودين بالجيش. النوعين التانيين من الأدينوفيروس اللي هما سيروتايب 40 و41، اللي هما بيسببوا التهابات معوية عند الأطفال أو الانفانتايل جاسترو انترايتس، فهي كمان نوعين مهمات من الأدينوفيروس. بالنسبة للدايجنوسيس أو لتشخيص الأدينوفيروس في المختبر، الآن كباقي الأمراض الفيروسية بإمكاننا إما ديتكت الأنتيجين دايركتلي، اللي هو بنبحث فقط عن الفيروس بنفسه يعني، فهاي طريقة سريعة للتشخيص، وممكن يعمل أو نعمل التشخيص عن طريق العينة ناخدها من النيزوفارينجال أسبيريت من منطقة الألف والحلق أو الثروت. الطريقة الثانية اللي هي البي سي آر، بإمكاننا نعمل بي سي آر لحتى نشوف شو نوع الفيروس أو إذا كان موجود أو لا في العينة. الفيروس ايسوليشن كمان ممكن ينعمل من نفس العينات، والفيروس بنعمله زراعة في المختبر على نوعية معينة من الخلايا، وبإمكاننا تشخيص الفيروس من شكل الخلية بعد إصابتها بالفيروس، فالخلايا المصابة بالأدينوفيروس بعطوا شكل معين. الطريقة الأخيرة طبعا هي السيرولوجي، اللي هي حتكون ريتروسبكتيف، يعني بعد ما ينصاب الشخص بالفيروس الانتي بوديز حتظهر بعد فترة، فحيكون التشخيص بأثر رجعي، فما راح يكون في له أهمية كبيرة في علاج المريض أو في المانجمنت للمريض. الآن بالنسبة للعلاج والوقاية من الأدينوفيروسز، فما في علاج محدد أو specific anti viral therapy للأدينوفيروس. بالنسبة للفاكسين أو للمطعوم، زي ما حكينا متوفر فقط نوعية واحدة من المطاعيم، اللي هي ضد الـ Adult Respiratory Distress Syndrome، اللي هي التهاب مجاري التنفسية بسبب الـ فيروس الأدينوفيروس. فهذا المطعوم موجود فقط على نطاق ضيق زي ما حكينا في أمريكا، وبينعطى فقط للجنود الأمريكيين في الجيش، وهو ضد السيروتايبس 4 و7 و21. كمان في شغلة أخيرة بس حبيت أحكيها، ما لها علاقة بموضوع الانفكشس ديزيز أو الأمراض المعدية بالأدينوفيروس، ولكن في شغلة إنه تم تطوير الأدينوفيروس حتى يتم استخدامه كمطعوم علاجي ضد بعض الأمراض السرطانية. فهذه العلاجات ممكن تهاجم، إما إنها تهاجم الورم نفسه، فبنسميها في الحالة الأونكولوتيك فيروسز، أو الفيروسات المسببة لقتل خلايا السرطان. وكمان تم أيضا استخدام الفيروس كمطعوم لتحفيز جهاز المناعة لإنتاج إما أجسام مضادة أو خلايا مقاومة، إما للخلايا السرطانية أو لمستضدات موجودة في بعض الأمراض. فهاي من الابليكيشنز أو من الشغلات اللي تم استخدام الأدينوفيروس فيها. الراينوفيروس بينتمي لمجموعة البيكورنوفيروسز. الراينوفيروس طبعا بيسبب مرض الزكام، جزء من البيكورنا فيروس فاميلي، بس بعكس بقية الممبرز مثلا البوليو أو الكوكساكي أو الإيكو فيروسز، كلهم بتكاثروا في الجي آي تراكت أو في السبيل المعوي، ولكن الراينو فيروس ما بيستطيع يتكاثر أو ما بيستطيع سيرفايف، يعيش بحموضة المعدة، فهو سنسيتيف للأسيديتي، فما بيستطيع يتكاثر أو يعيش في حموضة المعدة. فهذا الفيروس بينتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق الجهاز التنفسي، ممكن ينتقل كمان عن طريق الكونتاكت التماس، عن طريق الميوكس ميمبرينز. فالمرض اللي بيسببه مقتصر فقط على الميوكس ميمبرين في الأبر ريسبيراتوري تراك، ففي مثلا في الأنف أو الطرق التنفسية العلوية، فبتضاعف بشكل أكبر في الحرارة المنخفضة، فعشان هيك ما بيستطيع يتكاثر في داخل الرئة في الـ lower respiratory tract، فدرجة الحرارة حتكون 37، ف it's not suitable، ما الفيروس ما بيستطيع يتكاثر في الحرارة العالية. الآن هذا الفيروس عادة
ما بيتم تشخيصه في المختبر، فعلاجه بيكون بناء على الأعراض، فمجرد راحة والسوائل هي العلاج الأمثل للزكام. فيروس الكورونا هو أو الكورونا فيروس، الفيروسات التاجية، هو واحد من الـ single stranded RNAs، كمان بسبب التهابات في الجهاز التنفسي. الآن في البداية كان يعتقد أنه موجود فقط نوعين منه، ولكن من هذا الفيروس، ولكن في مؤخرا تم اكتشاف أنواع جديدة من هذا الفيروس في السنوات الأخيرة. الآن أهم فيروسين من عائلة الكورونا فيروس اللي ظهروا في السنوات الماضية، اللي هو أول واحد منهم فيروس السارس أو الـ Severe Acute Respiratory Syndrome. الآن هذا الفيروس انتشر في آسيا في أوائل سنة 2000 أو 2002، وسبب مشكلة كبيرة في هذه المناطق. في هونغ كونغ بدأ أتوقع، وانتشر في مناطق تانية. والنوع الثاني اللي هو الميرس، الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، فهذا كمان انتشر في سنة 2012، بدأ من منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الخليج بالتحديد، وانتشر بعدها لبلاد كتيرة. فهدول السارز والميرس هن أهم نوعين من الكورونا فيروس اللي حنحكي عنهم إن شاء الله. بالنسبة للكلينيكلي، شو ممكن يسووا الكورونا؟ عادة الكورونا عادة بسبب التهابات المجاري التنفسية العلوية، ولكن في حالة السارز اللي زي ما حكينا انتشر في آسيا، كان ممكن يسوي التهاب في اللور ريسبيراتوري تراك أو في ممكن في القصبات الهوائية. فأثناء انتشار الفيروس السارز كانت أو لاحظوا أنه نسبة الوفيات من الناس المصابين وصلت لحوالي 10%، بينما في الميرس أو الميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم اللي انتشر في منطقة الشرق الأوسط زي ما حكينا، فبدأ انتشاره من منطقة من السعودية ومن قطر تحديدا. هو في ما بعد تم تحديد أنه الجمل أو الجمال هي الحامل الطبيعي للمرض أو الناقل للمرض. الآن مع أنه نسبة الوفاة للناس المصابين في الميرس أو الميدل إيسترن ريسبيراتوري سيندروم وصلت لحوالي 30% من المصابين في الفيروس، إلا أنه انتقال الفيروس كان بين الناس أصعب من غيره من السارز، ولكن بالمقابل حصلت حالات، إنه في حالات مؤكدة إنه الفيروس انتقل للهيلث كير وركرز أو الناس اللي كانوا يشتغلوا في المستشفى مثلا يعالجوا المرضى هدول، فثبت في حالات إنه انتشر أو انتقل الفيروس من شخص لشخص أثناء وجودهم في المستشفى. فزي ما حكينا، مع إنه انتشاره أصعب أو مش سهل زي بقية الفيروسز، ولكن ممكن ينتقل من شخص لشخص. ففي سنة 2012 لما بدأ يعني عمل كان في alert، يعني كل العالم كان متخوفين من أنه ينتشر بشكل كبير زي ما حصل مع السارس، ولكن بعد فترة بلش ينخفض الحالات اللي انصابت في هذا المرض.
عن الفيروس القادم اللي نحكي عنه، اللي هو فيروس اللي بسبب الميزلز أو الحصبة، اسمه كمان روبيولا أو الناين داي ميزلز، الميزلز أو الحصبة اللي بتستمر 9 أيام. الآن هذا الفيروس والفيروسين التانيين اللي حنحكي عنهم بالسلايدات القادمة، اللي هم المامبس اللي بسبب النكاف، والفيروس الروبيلا بسبب الحصبة الألمانية، سهل نتذكرهم لأنه جمعوا مع بعض في مطعوم واحد، فحاليا واحد من أهم المطاعيم اللي بنعطى للأطفال، اللي هو الـ MMR، Measles, Mumps and Rubella، انجمعوا الثلاثة في مطعوم واحد، اللي هو عبارة عن Attenuated Viruses، فيروسات مضاعفة بتنعطى للأشخاص اللي لازمهم تطعيم لهذا المرض. لأن الميزل بسببه فيروس RNA فيروس single stranded بينتمي لمجموعة البارامكسو فيروس، اللي هي نفس المجموعة اللي بينتمي لها المامبس والإنفلونزا كمان. فهذا الفيروس بتميز بفترة حضانة من 10 إلى 12 يوم، وبسبق ظهور الأعراض ظهور حمى ممكن توصل ل 40 درجة مئوية. الآن في عنا للتشخيص المرض في عنا شغلة بسموها 3 C's، اللي هي الكورايزا، الكاف، والكونجنكتيفايتس. فهي بتعتبر كالكورايزا اللي هي أعراض كأعراض الزكام يعني البرد، والكاف اللي هي السعال طبعا، والكونجنكتيفايتس اللي هي التهاب ملتحمة العين. شغلة تانية بتميز الحصبة كمان اللي هي الكوبليكس باتس، اللي بتظهر في ظهر أو باطن الفم خلال يومين أو 4 أيام من ظهور أعراض المرض. مكان الفيروس أو بيبدأ الفيروس بالانتشار عادة أو بالانتقال عن طريق الطريقة التنفسية، أو بينتشر للليمف نودز أو العقد الليمفاوية، وبعدين بنتقل عن طريق الدم لبقية الأعضاء بما فيها الجلد، وبسبب الطفح الجلدي اللي هو سبب أو ناتج عن التضاعف الفيروسي أو الفيروسات بتتكاثر. ممكن كمان الفيروس نفسه يسبب تثبيط لمناعة الجسم أو الخلايا تي ليمفوسايتس. الآن بسبب إنه معظم الناس بأخذوا المطعوم ضد الحصبة، فأعراض المرض عادة حتكون خفيفة كتير مقارنة مع الناس اللي ما أخذوا المطعوم. ولكن بشكل عام الحصبة ممكن تبدأ، أو أهم مميزاتها زي ما حكينا بالسلايد الماضية اللي هي الكوبليكس بات، فبتظهر هاي بحدود يوم أو يومين قبل أو بعد ظهور الطفح، فمش شرط يعني. فبتبعها بطفح جلدي بنسميه ماكيلو بابيولر راش، أو الطفح البقعي الحطاطي، فهذا ممكن يستمر من 5 إلى 6 أيام، وعادة بيبدأ بالرأس، بالوجه، وبالرقبة، وبنتشر لباقي الجسم بعدين بعدها. فكمان من ممكن نحكي من مضاعفات الحصبة أكتر شيء اللي هي النمونيا أو التهاب الرئة، والأوتاتس ميديوم أو اللي هي التهاب الأذن الوسطى. في حالات بسيطة جدا يعني ممكن أقل من 1 بالألف ممكن يسبب التهابات في الدماغ، ولكن مش منتشرة كتير. بالنسبة لعلاج الميزلز ما في أدوية معينة لعلاج الميزلز، ولكن عادة بيشفى بنفسه. وللوقاية زي ما حكينا في عنا الفاكسين أو المطعوم اللي هو بيحتوي على فيروسات attenuated أو حية مضاعفة. الآن مع وجود المطعوم ضد النكاف اللي بينعطى كواحد من الـ MMR فاكسين اللي حكينا عنهم، الحالات المسجلة سنويا عادة بتكون قليلة نسبيا. ولكن في حال وجود المرض، العلاج أو المانجمنت للمريض بيقتصر على المسكنات. الآن في شغلة مهمة، إنه بالنسبة للمامبس أو النكاف ما المريض ما بينعطى أسبرين، لأنه ممكن يسبب مضاعفات إذا انعطى للمريض. في عنا شغلة اسمها الـ Reye syndrome أو متلازمة ريز، اللي ممكن تسوي مشاكل في الدماغ إذا انعطى الشخص المصاب بالنكاف الأسبرين، فممكن ينعطى الباراسيتامول لتخفيف الألم أو الحرارة.
في حالات كتير من بيكون ممكن المريض يكون بدون أعراض، يعني ممكن الشخص ينصاب بالفيروس وما يكون في عنده أعراض، ولكن حتى الشخص المصاب بدون أعراض ممكن يكون ينقل المرض للأشخاص التانيين. الآن المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب النكاف بتتضمن ممكن التهاب الخصيتين أو المبيضين أو التهاب البنكرياس أو السحايا. النكاف أو المامس بيسببه فيروس من عائلة البارميكسوفيروس. فترة حضانة الفيروس بتكون عادة بين أسبوعين وثلاث أسابيع. الأعراض الأولية عادة بتبدأ بحمى وألم في العضلات والرأس، ممكن يتبعها انتفاخ وألم بالغدة النكفية أو الباروتيد جلاند اللي هي واحدة من السالفري جلاند أو من الغدد اللعابية. والأعراض ممكن تستمر لأسبوع أو لحد 10 أيام قبل ما يشفى الشخص من المرض. الآن الروبيلا أو الحصبة الألمانية بسببها فيروس من عائلة التوغا فيروسز، اسمها الثاني اللي هو الـ 3-day measles أو حصبة الثلاث أيام. الآن الفيروس اللي بسببها هو single stranded RNA. عند الإصابة بالفيروس عادة فترة الحضانة بتتراوح بين أسبوعين لثلاث أسابيع، والأعراض بتظهر بعدها اللي بتكون بشكل عام شبيهة لأعراض الحصبة ولكن خفيفة كتير، فتتضمن كمان الطفح الجلدي، وبعد فترة الحضانة زي ما حكينا بتظهر بعدها الأعراض اللي ممكن تتضمن كمان ألم في الغدد اللمفاوية وممكن انتفاخ وتضخم في الغدد اللمفاوية، وممكن يصاحبها حمى وألم في الحلق. الآن خطورة الحصبة الألمانية والمشاكل اللي ممكن تنتج عنها اللي هي بتحدث إذا أصابت المرأة الحامل، فالإنفكشن للسيرو نيجاتيف ماذر يعني الأم اللي ما أصابها الفيروس من قبل خلال الثلث الأول من فترة الحمل ممكن ينتج عنه تشوهات خلقية للجنين بتكون بشكل أكبر، أو 80% من هاي الحالات بتصير في الأسابيع الثمانية الأولى من الفترة هاي وبتستمر لحد 20 أسبوع، فهاي الفترة بتكون أخطر فترة على إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية من بسبب إصابة الأم بالفيروس. الآن إصابة الأم بهذا الفيروس بينتج عنه تكاثره في جسم الأم طبعا، وانتقاله عبر المشيمة أو البلاسنتا للإمبريو أو للجنين. فزي ما حكينا خلال فترة الثلث الأول من الحمل ممكن تصير المشاكل الكبيرة اللي ممكن تتضمن فقدان حاسة السمع على سبيل المثال، أو مشاكل في العينين الكاتراكت، ممكن كمان ينتج عنها تشوهات في القلب congenital heart disease. الآن شغلة مهمة هون نحكيها إنه الـ vaccination للأم الحامل من الشغلات المفروض ما تنعطى خلال فترة الحمل، فالـ vaccination is prohibited يعني ممنوعة خلال فترة الحمل، لأنه زي ما بنعرف الفيروس فيروس مضاعف اللي بيستخدم في المطعوم، فهذا كمان ممكن يأثر على الجنين بشكل أو بآخر. مرض جدر الماء أو chicken pox اللي بسببه واحد من فيروسات الهربس فيروسز اللي هو الفيروسيلا زوستر، شرحنا عنه في محاضرة الهربس فيروسز في أول محاضرة، حطينا السلايد هون للتذكير فقط بما أنه من الأمراض اللي بتصيب الأطفال. جدري هو مرض معدي خطير بسببه فيروس الفاريولا. آخر حالة تم تشخيصها بالجدري كانت عام 1977، بعدها تم القضاء على المرض. الآن لفترة استمرت عدة سنوات كان في حملة تطعيم عالمية للقضاء على هذا المرض، نجحت في أواخر السبعينات.
عن فيروس الفاريولا. هو فيروس يحتوي على دبل ستراند دي ان اي، وهو من اضخم الفيروسات الموجوده في الطبيعه. بينتقل عن طريق القطرات التنفسيه والتماس مع الفيروس دايركت كونتاكت. عن تاريخيا ممكن الكل سمع عن ادوارد جينر، اللي هو الطبيب الانجليزي اللي كان اول من طور مطعوم الجذري في سنه 1796. وكانت عن طريق ملاحظة إنه المصابين بفيروس الكاوباكس، اللي هو فيروس بيصيب البقر، هو غير خطير بالنسبة للإنسان، ولكن المصابين بهذا الفيروس من الناس كان عندهم بيحميهم من الإصابة بالسمول باكس. الآن بما إنه الفيروس غير موجود طبيعيا، وهو فقط محفوظ في مختبرات في أمريكا وبروسيا، فغالبا ما راح تواجهوا حالات إصابة بهذا المرض أو تشوفوها. الآن العدوى زي ما حكينا بتحصل بالتماس المباشر مع الفيروس أو مع الشخص المريض، أو ممكن تحصل عن طريق استنشاق الهواء اللي فيه قطرات بتحتوي على الفيروس. فبيكون دخول الفيروس عن طريق الأغشية المخاطية في الفم والبلعوم. معظم حالات الجدري اللي كانت تظهر بتسبب بثور جلدية بتمتلئ لاحقا بالسائل، وبتشفى بعد أن تترك آثار أو ندب بتسبب تشوهات في الوجه. في بعض الحالات الخطيرة أو الأخطر اللي ممكن تسبب الوفاة، وبتصيب الأطفال أو الكبار، اللي ممكن تنتج عن النزيف اللي بسببه الفيروس عند بعض الأشخاص. زي ما حكينا، الوقاية من مرض السمول باكس بيتم عبر مطعوم. المطعوم توقف إعطائه من فترة لأنه المرض غير موجود حالياً. فقط الناس اللي أخذوا المطعوم من فترة سابقة، يعني في عندهم المناعة. ولكن حاليا في أجيال كتير، الناس اللي انولدوا بعد ما تم القضاء على المرض، فما أخذوا المطعوم وما في عندهم مناعة ضد هذا المرض. ففي فترة كان في أمريكا وبشكل عام بيحكوا إنه فيما لو رجع المرض ظهر مرة تانية لسبب أو لآخر، ف حيكون في مشكلة كبيرة، لأنه نسبة كبيرة من الناس ما عندهم مناعة ضد هذا المرض. هاي السلايد فقط في نوضح شكل البثور اللي بتنتج عن الجدري أو فيروس الفاريولا، وكمان الصورة اللي على اليمين بتوضح الفرق بين انتشار البثور بين السمول باكس اللي هي الجدري والتشيكن باكس اللي هي الحصبة. فمنلاحظ انه بالتشيكن باكس معظم البثور بتكون متركزه في الراس ومنطقه الجسم، بينما في السمول باكس بتكون متركزه في الراس وفي الاطراف. فيروس الريبيز او فيروس داء الكلب هو من عائله الرابدوفيروسز او الفيروسات الربديه. شكله اسطواني مغلف، والماده الوراثيه فيه بتكون single stranded RNA. عن اكتشاف الفيروس كان في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث لاحظ واحد من الأشخاص اللي كانوا يدرسوا هذا المرض، لاحظوا أنه المرض كان ينتقل عن طريق الباتس أو الخفافيش، وكان ينتقل للإنسان وللحيوان. هذا الشخص لاحظ وجود علامات مميزة في دماغ الخفافيش اللي بتنقل المرض، سماها النيجري باديز. الآن زي ما حكينا، مرض الكلب ممكن يصيب الإنسان ومجموعة كبيرة من الحيوانات الثديية، والمرض عادة بينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب، وغالبا ما بيكون هذا الحيوان اللي بنقل المرض اللي هو الكلب. إذا وصل الفيروس للجسم أو للدم، الآن ممكن ينتقل الفيروس كمان عن طريق الأغشية المخاطية في العين والأنف. ففترة حضانة الفيروس قبل ظهور أعراض المرض ممكن تستمر من عدة أسابيع لعدة شهور، وبتعتمد على بعد مكان إصابة عن الجهاز العصبي. يعني لو كانت الإصابة في الأطراف في مكان بعيد عن الجهاز العصبي، فالفيروس هياخد وقت طويل عبين ما يوصل للجهاز العصبي، لأنه الإصابة بالمرض داء الكلب تعتمد على انتقال الفيروس عبر الأعصاب للجهاز العصبي المركزي. متى ما وصل الفيروس إلى الدماغ، الأعراض ممكن تتراوح بين الشلل، الاضطراب، الهلوسة ممكن، وغيرها من أعراض الإصابة بالجهاز العصبي.
متى ما ظهرت أعراض المرض عند المصاب غالبا بيكون العلاج مستحيل، لأنه وصل مرحلة متأخرة بيكون جدا، وغالبا الإصابة هاي بتنتهي بموت المريض. الآن واحدة من الأعراض المهمة في داء الكلب بنسميها الهيدروفوبيا أو الخوف من الماء. الآن السبب ممكن يكون لأن الفيروس بيتكاثر في الغدد اللعابية عند المصاب، فالمصاب بيصير عنده صعوبة في البلع وتشنج في عضلات الحلق، فبهاي المرحلة اللي بنسميها الفيوريوس ريبيز اللي بيكون السعار اللي هو المصاب بيكون أكثر فترة ممكن ينقل فيها المرض، لأنه الفيروس بيكون متكاثر بشكل كبير في اللعاب، والمريض ما بيستطيع يتخلص من هذا اللعاب، فبيكون احتمالية انتقال المرض للشخص اللي بيتعرض لهذا اللعاب كبير. تشخيص داء الكلب في المراحل البدائية من المرض ممكن تكون صعبة، لأنه الأعراض الإصابة ممكن تشبه أعراض أمراض تانية، ولكن إذا كان في شيء obvious أو واضح مثلا عضة كلب، فممكن تكون indication إنه هذا الشخص مصاب بداء الكلب. فال PCR أو حتى الـ immunohistochemistry اللي هي فحص الشرائح تحت الميكروسكوب ممكن تستخدم للبحث عن الفيروس بالشخص المصاب. الطريقة المؤكدة الآن للفحص عن أو لتشخيص الشخص بداء الكلب اللي هي فحص عينات من الدماغ، غالبا بتكون بعد الوفاة، للبحث عن النيجري بوديز اللي هي العلامة المميزة للإنفكشن بالريبيز أو داء الكلب. الآن العلاج للأشخاص اللي انصابوا بالفيروس ممكن ينعطى خلال أول 10 أيام بعد الإصابة، طبعا بتضمن بعد غسل الجروح أو مكان الإصابة لإزالة أكبر عدد من الفيروسات من المكان. المريض أو المصاب ممكن ينعطى جرعة من الريبيز أي جي جي اللي هي الأجسام المضادة للفيروس، زائد 4 جرعات من مطعوم الكلب اللي هو الفاكسين ضد الفيروس. الآن الأجسام المضادة عادة بتنعطى في مكان الإصابة حتى تعمل نيوتراليزيشن أو دي أكتيفيشن، تثبط الفيروس نفسه من إنه يصير إنفكشن، فبتنعطى عادة في مكان الإصابة وحولها، وباقي الكمية ممكن تحقن في العضلة أو في مكان بعيد عن مكان إعطاء المطعوم. الآن المطعوم هو حيكون جزء من الفيروس، والأنتيبوديز اللي هي حتكون مضادة للفيروس، فعشان هيك مش لازم ينعطوا في نفس المكان. فيروس الـ HSV أو نقص المناعة المكتسب هو من فيروسات أو من عائلة الريتروفيروسز أو الفيروسات القهقرية، واللي سميت ريترو لأنها بتحتوي على إنزيم ريفرس ترانسكريبتيز اللي بيحول عادة الـ RNA في الفيروس للـ CDNA أثناء تكاثر الفيروس داخل الخلية. الآن هو زي ما حكينا من عائلة الريتروفيروسز، بيحتوي على نسختين من الجين، وجينات الفيروس عادة بتنتج 3 أنواع من البروتينات. فالنوع الأول اللي هو الـ envelope protein أو اللي بتشكل الغلاف الخارجي للفيروس، ومن هاي البروتينات البروتين مهم اسمه الـ GP120. هلا هذا البروتين مهم في التصاق الفيروس بخلايا الـ CD4 اللي هو بيكون جزء من عملية تكاثر الفيروس، وجزء مهم جدا من عملية تكاثر الفيروس. النوع الثاني هو الجاج بروتين، واللي بيكون عادة أو بيكون الكابسيد أو غطاء الفيروس. النوع الثالث من البروتينات اللي بينتجها الفيروس اللي هو البوليمريز أو البول، واللي بينتج عنه إنزيمات اللي هي بتعمل على تكثير ونسخ المادة الوراثية من الفيروس، وكمان بتعمل على أحيانا على دمج المادة الوراثية للفيروس مع الـ DNA للخلية. فهاي البروتين بنسميه كمان الانتجريز. الآن خلينا نحكي بس بسرعة كيفية دخول الفيروس للخلية، لأنه هاي الشغلة مهمة في كيف الفيروس بتكاثر وبيهاجم الجسم. فالفيروس بشكل خاص بيهاجم نوعين من الخلايا اللي هم الماكروفيجز والCD4. الCD4 اللي هو النوع من خلايا التي سيلز أو الخلايا التائية.
الآن في على الفيروس زي ما حكينا يوجد بروتين أو على سطح الفيروس اسمه الـ GP120 اللي هو مسؤول عن التصاق الفيروس بخلايا الـ CD4 عن طريق مستقبل على الخلايا اسمه الـ CCR4، على خلايا الماكروفاجز المستقبل اسمه CCR5. الآن بما أنه انتقال الفيروس لشخص سليم أو عند انتقال الفيروس لشخص سليم المستقبل الـ CCR5 على خلايا الماكروفاجز هو المسؤول عن دخول الفيروس للخلية ولتكاثره، فشغلة مهمة تم ملاحظتها أنه في ناس عندهم مناعة من الـ HIV أو المرض ما بيصيبهم، فهدول الناس لما تم عمل أبحاث عليهم وتم فحصهم فوجدوا في عندهم ميوتيشن أو طفرة في مستقبل الـ CCR5، فهذا هاي الطفرة بتمنع الفيروس إنه يلتصق في الخلية ويدخل للخلية. الآن بما إنه بداية الانفكشن أو أول ما يبدأ الانفكشن الفيروس بيهاجم الخلايا الماكروفاجز، فالـ CCR5 مهم جدا لبداية الانفكشن، فهدول الناس اللي بيكون عندهم الميوتيشن هاي هاي المرحلة بتكون بيستطيع أو الفيروس ما بيستطيع إنه يدخل للخلايا في المرحلة البدائية للإنفكشن، فهدول الأشخاص بيكون عندهم عادة مناعة ضد الفيروس. الآن فيروس الـ HIV بيمر بمراحل متعددة من وقت إصابة الشخص لحين ظهور الأعراض أو أعراض المرض عند الشخص المصاب. الأعراض عادة بتظهر في المراحل المتأخرة من المرض، أو في هذاك الوقت بنسميها أو بصير اسم المرض الإيدز اللي هو الـ Acquired Immunodeficiency Syndrome. هاي الأعراض مرتبطة بانخفاض عدد خلايا التي سيلز الـ CD4 تي سيلز بشكل كبير، ف وقتها بيبدأ ظهور أعراض المرض، مثلا إنه الانفكشنز أو أمراض معينة بتصاحب المرض الإيدز. عن إصابة بالـ HIV بتبدأ عادة بمرحلة حادة تستمر ممكن عدة أسابيع. أثناء هاي الفترة بيتكاثر الفيروس بشكل كبير داخل الجسم، وبإمكاننا نعمل ديتكشن أو بإمكاننا نشوف الفيروس خلال هاي الفترة بيتكاثر في الدم، فديتكشن الفيروس بيكون at the peak time. وفي هاي المرحلة كمان بيكون المريض عرضة أو ناقل للفيروس بشكل كبير، لأنه أعداد الفيروس بتكون عند المريض عالية جداً. المرحلة الثانية من المرض اللي هي الأسيمتوماتيك أو المرحلة اللي بدون أعراض، فهاي المرحلة بيكون المريض خالي من أي أعراض للمرض. بتستمر هاي المرحلة لسنوات طويلة جدا أو ممكن تستمر لسنوات. ففي هاي المرحلة أو هاي المراحل الأولى الأولية من المرض بتكون عادة نسبة خلايا الـ CD4 للـ CD8 من 2 لـ 1، بمعنى إنه خلايا الـ CD4 بتكون ضعف عدد خلايا الـ CD8. الآن هاي نسبة مهمة، لأنه متى ما تغيرت الراتيو أو نسبة خلايا الـ CD4 للـ CD8 من 2 لـ 1 ووصلت لـ 1 لـ 1 أو عدد خلايا الـ CD4 للـ CD8 صارت متقاربة تقريبا، فهون المريض بنتقل لمرحلة تانية من المرض اللي بتبدأ فيها الأعراض مرض الإيدز بالظهور. بعد هاي المرحلة عدد خلايا التي سيلز أو السي دي فور تي سيلز بيظلوا ينخفض بشكل مستمر لحتى توصل أعداد خلايا السي دي فور لأعداد قليل جدا. ففي هاي المرحلة بيكون المريض تقريبا فقد المناعة ضد أمراض كتير والتهابات كتير، فبيبدأ الـ opportunistic infection زي ما بنحكي، أو زي ما بسموها اللي هي الأمراض الانتهازية اللي عادة ما بنشوفها عند الأشخاص الطبيعيين بتبدأ بالظهور عند المرضى المصابين بمرض الإيدز. فهاي بتكون غالبا المرحلة النهائية من المرض اللي بعديها المريض بمرحلة معينة بيصير من الصعب إنه علاجه، لأنه الأمراض الانفكشنز بتصير بشكل كبير عنده. بالنسبة لأعراض الإصابة بفيروس الـ HIV فعادة بتبدأ الأعراض بالمراحل الأولى أو عند الإصابة، تكون تشبه أعراض الإنفلونزا أو flu-like symptoms.
فبتتضمن ممكن الحمى وألم في العضلات والحلق والتفاخ في الغدد الليمفاوية. هلا هاي الأعراض ممكن تستمر من عدة أيام لعدة أسابيع، والمريض في هاي المرحلة بيكون معدي جدا بسبب إنه الفيروس بتكاثر بشكل كبير داخل الجسم، فهذا المريض ممكن ينقل الفيروس لأشخاص تانيين بشكل كبير. في المرحلة الثانية زي ما حكينا من قبل، إنه المريض بنتقل لمرحلة بدون أعراض ممكن تستمر لسنوات لمدة طويلة. الآن إذا المريض ما أخذ العلاجات خلال هاي الفترة، فالجهاز المناعي بيبدأ بالضعف التدريجي، وبتبدأ أعراض الإيدز بالظهور اللي هي فقدان المناعة. فهاي الأعراض ممكن تتضمن نقص الوزن، الحمى، ضعف عام، إسهال، ممكن التهابات في الفم وفي الرئة. الآن الإشي المهم اللي ملاحظته هون، إنه الأعراض في هاي المرحلة من مرض الإيدز أو في المراحل المتأخرة بتعتمد على نوع المرض اللي ممكن يصيب المريض أو المصاب بالإتش أي في. الآن الفحوصات اللي بتنعمل للمريض في هاي المراحل من المرض، واللي حنحكي عنها كمان في السلايد القادم، ممكن تحدد كيفية متابعة المريض ونوعية العلاج اللي ممكن ياخده هذا المريض. الآن في شغلة ما حكيت عنها أنا أثناء لما حكينا عن الأدوية والعلاجات، إنه في أحيانا الفيروس ممكن يصير عنده مناعة ضد بعض الأدوية، فهناك في فحص لكمية الفيروس الموجود في الدم. فعادة المرضى بيتم عمل فحص دوري لهم حتى يشوفوا مستوى الفيروس في الدم وإذا بيرتفع أو لا، فممكن عن طريق البي سي آر مثلا. فهذا الفحص ممكن يحدد إذا الفيروس بدأ بالتكاثر بشكل كبير أثناء ما المريض بيتعاطى أو بياخد العلاجات ضد الفيروس. فبهاي الحالة يعني إنه المريض ممكن أو عليه إنه يغير الأدوية ل نوعية تانية من علاجات الـ HIV، لأنه الفيروس بطل يستجيب لمثل هاي العلاجات. أما بالنسبة لتشخيص فيروس الـ HIV، فعادة بيكون بفحص الأجسام المضادة للفيروس بالدم. فالفحص المشهور أكثر شيء بينعمل اللي هو فحص الإلايزا كفحص أولي لتشخيص المرض. فهذا بينعمل لأي شخص بينعطى أو بيتبرع بالدم على سبيل المثال. فيتبع هذا الفحص بالوسترن بلوت اللي بيكون لتأكيد الإصابة، كون الفحص الثاني اللي هو الوسترن بلوت بيكون أكثر دقة وحساسية من الإلايزا. فخلال السنوات الماضية الآن فحوصات الـ HIV تطورت بشكل كبير، ففي حاليا فحوصات بتكشف عن المرض خلال فترة بسيطة من إصابة الشخص. فهاي الفحوصات بتعتمد على فحص الفيروس نفسه أو البروتينات أو الـ RNA تبع الفيروس، فبيكون التشخيص أبكر من إنه ننتظر حتى تظهر الأجسام المضادة ونبحث عنها عن طريق فحوصات السيرولوجي. فهاي الفحوصات اللي بسموها different generations، أو حاليا وصلت لـ generation 4 أو generation 5 من فحوصات الـ HIV. ف كل generation بيظهر بيكون فترة تشخيص المرض من فترة الإصابة أقل وأقل، يعني بإمكانهم مثلا حاليا ديتكت الفيروس خلال أقل من مثلا 4 أسابيع من إصابة الشخص بالفيروس. الآن حتى يتم متابعة المريض وتقييم المرحلة اللي هو فيها، بيتم عادة فحص نسبة خلايا الـ CD4 والـ CD8 في الدم. فحسب نسبة الخلايا هاي أو حسب عدد خلايا CD4 بيتم تقييم المريض، وممكن يتم إعطائه أدوية أو مضادات حيوية بروفيلاكتيك أو لحماية الشخص من أمراض ممكن يتعرض لها، بما إنه مناعة الشخص بتنخفض بشكل كبير. الجدول اللي على اليمين كمان بيوضح هاي الفكرة أكتر، بما إنه لاحظوا الأطباء إنه كل ما انخفضت أو كل ما انخفض عدد خلايا الـ CD4 عند المرضى بالـ HIV أو مرضى الإيدز عن عدد معين، كل ما انخفض عدد خلايا الـ CD4 عن عدد معين، ممكن في التهابات معينة بتصيب هدول الأشخاص. ممكن تكون التهابات بكتيرية أو فطريات أو حتى فيروسات.
أعمله كجدول إنه كل مريض يوصل لخلايا سي دي 4 لحد معين ممكن يبلش يعطوه لبروفيلاكتيك تريتمنت، لأنه بيكونوا يتوقعوا إنه تظهر هاي الإصابات عند هاي المرضى. الآن على سبيل المثال، متى ما انخفض عدد خلايا السي دي 4 عن 200 خلية مثلا، ممكن الشخص يكون عرضة للإصابة بالنيوموسيستس، اللي هي واحدة من الفطريات اللي حنحكي عنها إن شاء الله في المستقبل. كمان مثلا متى ما انخفض عدد خلايا السي دي 4 عن 50 خلية، ممكن الشخص يكون عرضة للإصابة بالمايكوباكتيريوم أو بالسايتوميجالوفيروس أو بالكريبتوكوكس على سبيل المثال. فكل هاي في لها علاجات بروفيلاكتيك ممكن تنعطى للمرضى بهاي المراحل المتقدمة من المرض. بالنسبة لعلاج مرض الأيدز أو المصابين بالإتش أي في، ففي عدة أنواع من الأدوية تم تطويرها للسيطرة على فيروس الإتش أي في وعلى تكاثره داخل الجسم. نقدر نقول حاليا أن الأطباء بإمكانهم السيطرة على المرض وتحويله من مرض قاتل كما كان في الماضي إلى مرض مزمن ممكن السيطرة عليه ومعالجته. فالشخص المصاب ممكن يعيش حياة عادية إذا أخذ الأدوية المناسبة، ولكن طبعا لحد الآن ما في علاج. الشخص لازم يستمر يأخذ هاي الأدوية لفترة طويلة. الآن في عدة أنواع من الأدوية اللي بتنعطى للمرضى الـ HIV، وتقسم هاي الأدوية حسب طريقة عملها أو الـ Mechanism of Action. فعلى سبيل المثال، هناك نوع من الأدوية بيمنع دخول الفيروس للخلية، هاي الأدوية بنسميها الـ Entry Inhibitors، اللي هي موضحة عندكم بأول نوعية من الأدوية. النوعية الثانية اللي هي الأكثر شهرة، اللي هي بتعمل على الـ Inhibition أو تثبيط عمل الـ Reverse Transcriptase. الآن من أشهر هاي الأدوية اللي هي الأزيدوثايمدين أو الـ AZT، اللي هو كان أول علاج فعال للـ HIV، تم اكتشافه أتوقع بأواخر الثمانينات. فحاليا تم تطوير عدة أدوية جديدة بتشتغل بنفس الطريقة ولكنها فعالة أكثر في علاج المرض. فهاي الأدوية عادة بتنعطى كمجموعة أدوية مع بعض، أو combination therapy، بيكون أكثر من دواء بينعطوا مع بعض للمريض حتى يمنع تكاثر الفيروس. النوعية الثالثة من الأدوية اللي هي البروتياز انهبيترز، فهاي الأدوية هي مثبطات أو انهبيترز للإنزيمات اللي بتعمل على خروج الفيروس من الخلية بعد إصابة الخلية بالفيروس. فأثناء تكاثر الفيروس بيتم مثلا دخوله للخلية، تكاثره وبعدها بخرج من الخلية. فلخروج الفيروس من الخلية بيلزم في البروتياز انزيمز بتكون موجودة أو بنتجها الفيروس. فهاي الأدوية النوعية الثالثة اللي هي بتعمل تثبيط لهاي الإنزيمات اللي بتمنع خروج الفيروس من الخلية. الآن زي ما حكينا، لعلاج الأشخاص أو للسيطرة على الفيروس داخل عند الأشخاص المصابين بالمرض، في الـ Combination Therapy هي أشهر شيء. فممكن تنعطى مجموعة أدوية إما من نفس الكلاس، من نفس المجموعة، أو من أدوية من عدة كلاسز، من different مجموعات مختلفة تنعطى للمريض حتى يتم السيطرة على الـ HIV ويعيش المريض لفترة طويلة بدون أي أعراض للمرض. الفيروس الأخير اللي حبيت إني أذكره بهاي المحاضرة هو فيروس الزيكا، اللي كانت أو زيكا فيروس، اللي كانت في أخبار كتيرة عنه بالفترة الأخيرة. الآن هو الفيروس هو من عائلة الفلافي فيروسز، فمعظم الفيروسات بهاي العائلة بتنتقل عن طريق الحشرات أو البعوض. الآن هذا الفيروس بينتقل كمان بنفس الطريقة، عن طريق البعوض. هو مش فيروس جديد، فهو معروف من فترة طويلة، من القرن الماضي يعني. فكان موجود ومنتشر في أفريقيا فقط، ولكن انتشر من فترة ووصل لأمريكا الجنوبية. الآن الإصابة بالفيروس نفسه مش خطيرة أبدا، وما بتسبب أعراض كبيرة عند المصابين، وممكن تكون حتى بدون أعراض. ولكن الشيء الخطير اللي تم اكتشافه مؤخرا، إنه الفيروس إذا أصاب النساء حوامل أو المرأة الحامل،
ممكن ينتقل للجنين ويسبب تشوهات خلقية كبيرة عند المواليد الجداد. فمن أهم هاي التشوهات اللي ممكن يسببها اللي هو الميكروسيفالي، أو المولود بيولد الرأس بيكون حجمه صغير الحجم غير طبيعي يعني، فكمان البرين حيكون حجمه غير طبيعي. للآن ما في علاج لهذا الفيروس، أو حتى كمان ما في مطعوم. فصار في محاولات كتير خلال السنوات الماضية إنه يطوروا مطعوم بسبب الحالات اللي تم اكتشافها، ولكن للآن ما في أي شيء في موجود في الأسواق يعني. بسبب التطور الكبير في تشخيص الأمراض المعدية في المختبر، خاصة بسبب وجود تقنية الـ PCR، صار بإمكان الطبيب يحصل على معلومات كتير وكتير وقيمة في وقت قصير لتشخيص العديد من الأمراض اللي كان من الصعب تشخيصها من قبل. فعلى سبيل المثال في هذا السلايد، في فحص حاليا موجود في الأسواق على الأقل في أمريكا وفي كندا، بس حبيت أحطه كمثال يعني. هو عبارة عن بانل أو مجموعة من الفحوصات اللي بتنعمل بنفس الوقت أو بوقت واحد. فهذا الفحص ممكن يكشف عن وجود ويميز بين حوالي 20 فيروس وبكتيريا ممكن يسببوا التهابات في المجال التنفسية. الآن بما أنه الأعراض لكتير من هاي الالتهابات ممكن تكون متشابهة، فمن الصعب على الطبيب أنه يحدد نوع العامل المسبب للمرض. فمثل هاي الفحوصات بتكون مساعدة على تحديد العامل المسبب للمرض للطبيب، وبالتالي بتساعد على اختيار طريقة العلاج الأفضل للمريض. الآن في فحوصات كتير من هاي النوعية بتنتشر كل يوم، وأتوقع أنه من المهم أن يكون عندكم على الأقل اطلاع عن مثل هاي التقنيات الجديدة حتى لو ما كانت متوفرة حاليا، لأنه هاي الفحوصات في المستقبل راح تصير تعتمد كتير على المولكيولر بيولوجي وتقنيات جديدة من ضمنها الـ PCR والسيكونسينج للـ DNA. في آخر سلايدين بس حبيت أحط كسلايدين ملخص للموضوع الفيروسات كله. الآن بعرف إنه حيكون في مشكلة بالحفظ لأنه في عنا عدد فيروسات كبيرة، وكل واحد بيختلف حسب إنه DNA أو RNA، single strand، double strand. بنصح إنه الكل يرجع للسلايد الأولى في المحاضرة الأولى اللي حطيناها اللي هو ملخص الفيروسات كلياتها الجدول، فبإمكانكم تعملوا زي كوبي عنه أو نسخة وتحطوا عليه ملحوظاتكم بحيث يساعدكم بدراسة الفيروسات والحفظ في المستقبل. الآن بالنسبة لفيروسات الـ DNA اللي شرحنا عنهم هلأ، كلياتهم حيكونوا دبل ستراند دي ان اي ما عدا البارفو فيروس اللي ما حكينا عنه طبعا الا في المقدمه. كلهم حيكون شكلهم ايكوزاهيدرال اللي هو الشكل الهندسي، ما عدا البوكس فيروس اللي حيكون شكله معقد اكتر او بريك شيب بسموه زي الطوبه او لبنه البناء. كل الفيروسات الدي ان اي بيصير لها ريبليكيشن او بتتكاثر في النيوكليوس ما عدا البوكس فيروس. الآن بالنسبة لفيروسات الـ RNA اللي مرينا عليهم أو اللي درسناهم، كلهم طبعا حيكونوا بعكس الـ DNA single stranded ما عدا عائلة واحدة اللي هي الريو فيروسز اللي منها الروتا فيروس، فهي حتكون الفيروسات الـ RNA الوحيدة اللي double stranded. الآن معظم من فيروسات الـ RNA المعدية حتكون موجبة، لأنه الفيروسات اللي عادة موجودة طبيعيا في جسم الإنسان في خلايا الإنسان اللي هي بتكون موجبة. فالفيروسات اللي فيها RNA بشكل ناقص أو نيجاتيف بحاجة لإنزيم لحتى يحولها لل RNA اللي هو البوزيتيف قبل ما يتم نسخها بالخلية. معظم فيروسات ال RNA كمان اللي هي enveloped، الـ only ones اللي not enveloped اللي ما فيها غلاف، أو naked ones اللي هي الـ بيكورنا فيروسز، الكليسي فيروسز، الهيبي فيروس اللي هي من هيباتيتس E اللي ما حكينا عنه بالمحاضرات ولكن الجيد إنه تطلعوا عليه،
والريوفيروسز اللي هي اللي منها الروتا فيروس. والشغل الأخير كمان اللي حبيت أحكي عنها اللي هي الفيروسات السيجمنتد اللي هي الـ RNA viruses اللي بيكون المادة الوراثية فيها مجزأة أو مقسمة. ففي عنا أربع أنواع من الفيروسز أو أربع عائلات اللي هي الريو فيروسز، الأورثوميكسو فيروسز اللي منها الإنفلونزا، البانيا فيروسز والأرينا فيروسز. هدول الأربع أنواع الـ RNA فيهم بيكون مقسم أو مجزأ أو بالإنجليزي segmented.